والآن الحوافظ لم تصرف لهم منذ 10 أشهر أو كذا، يعني هو يلجأ إلى العلماء لعله لتخفيف ما به، إن كان توافقني في هذا النظر شيخ سامي. والله الحقيقة يعني مجتمعنا يعاني معاناة شديدة ومرة من هذا الوضع الذي آل إليه، وللأسف يعني العلماء في بلادنا والذين نثق بهم ونثق حتى في رؤيتهم نصحوا كثيرا وحذروا من أمور كثيرة، ولكن للأسف لا رأي لمن لا يطاع كما يقال. ولعل من حق العالم على مجتمعه ألا يحمل ما ليس في طاقته. يعني نحن رأينا هناك من يحاسب سماحة المفتي على جريمة قتل حصلت في مدينة من المدن، وهو يتكلم يعني عشرات المرات في بيانات وفي مداخلات وفي حلقات عن تحريم استيفاء الحق باليد وإغفال القضاء، وكم ذكر مسألة الحرابة والوقوف أمامها بقوة والاستعجال في الفصل في قضاياها، وبينما لا تحاسب بعض الحكومات السابقة. الآن أنا لست بصدد ذكر أسماء، لكن بعض الحكومات السابقة بعد الثورة كانت مسؤولية مباشرة هي ووزارة عدلها ووزارة داخليتها عن هذه الجرائم. لماذا يحمل العالم ما لا يطيق؟ العالم حتى منصب الإفتاء كما هو معلوم يختلف عن منصب القضاء في الشرع. منصب الإفتاء ليس ملزما للناس، أنت تسأل المفتي فيجيبك ثم أنت ودينك وضميرك كما يقال، لكن القاضي هو الذي يلزمك. القاضي إن لم تؤدي الحق الذي عليك قد يسجنك وقد يعاقبك، قد يحضرك بالشرطة بالقوة إلى السجن أو إلى قاعة المحكمة. ولكن المفتي ماذا يملك؟ يعني المفتي يملك أن يقول للناس هذا صواب وهذا خطأ، هذا حلال وهذا حرام، وينصح ويعظ ويصوب الأخطاء الخلل سواء كان عقديا أو فقهيا عمليا أو غير ذلك أو سلوكيا أخلاقيا. ولكن نحن يعني سنستمر في هذه الرسالة التي نعتبرها واجبا في أعناقنا أن نذكر وأن نرفع ما استطعنا حقوق الضعفاء وندافع عنها. يعني هناك أجهزة في الدولة مسؤولية مباشرة عن ما يحصل اليوم. هناك حكومة سمت نفسها حكومة الوفاق ووعدت الناس بالفردوس المفقود على الأرض، وما زادت الناس إلا خبالا وضيقا وعنة. وهل كانت دار الإفتاء مؤيدة لحكومة الوفاق التي أوهمت الناس أنها ستأتي بالحل لمشاكلهم؟ قالت كلمتها وذكرنا نحن في حلقات سابقة لعله الناس كانوا ينتقدون المؤتمر الوطني كما كنا نحن ننتقده وننصح أحيانا باللين وأحيانا يعني بكلام ربما يكون فيه شيء من القسوة. ولكن ما أعظم الفرق بين سنة 2012 وبداية 2013 وبين اليوم؟ ما أعظم الفرق بين ما قبل ما سمي بعملية الكرامة وما بعدها؟ هذا الواقع يعني. ولكن للأسف يعني لا رأي لمن لا يطاع كما يقال. نسأل الله أن يصلح حالنا. جزاك الله خير.